بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد اختبار جميل، اختبار التأسيس السليمي التراكمي على الدرس الخامس. يلا نشوف مكونات الاختبار ايه. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. يا ترى العدد ده لما قربه لأقرب جزء من 10 تبقى الإجابة كم؟ نتذكر التقريب لأقرب جزء من 10. مستر حامد هو بيشرح التقريب قال حاجة، قال إيه؟ أهم حاجة في التقريب تعرف مكان الخانة، فين مكان الجزء من 10 يا واد يا مالك؟ الستة. ونسأل الخمسة، الخمسة كريمة تدي للستة واحد تبقى سبعة، والمستر يقول إيه؟ الشاطر يكمل للآخر، يبقى الإجابة نمرة إيه؟ الإجابة نمرة جيم. السؤال الثاني، قيمة الرقم 8 في العدد ده. طب انت يا 8 واقفه في انهي بيت؟ واقفه في ثالث بيت على اليمين، يبقى بيت الجزء من 1000. طب ما دام جزء من 1000 يبقى اسمها كام يا شباب؟ 8 من 1000، ودي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده جميل، ده عدد وده اجابه التقريب بتاعه، وعمه بيسالك لاقرب جزء من ايه؟ المستر قال العبره بالاجابه، طالما البوينت بعد رقم يبقى الأقرب جزء منين يا شباب؟ لأقرب جزء من 10. طيب هنا عدده والراجل عايز يقربه لأقرب رقمين عشريين. يعني إيه رقمين عشريين يا مستر؟ يعني جزء من 100 يا ولاد. فين الجزء من 100؟ التلاتة. العبرة بالشرطة. ونسأل السبعة كريمة تدي للتلاتة واحد تبقى أربعة، ومستر حامد يقول الشاطر يكمل للآخر، يبقى الإجابة 9 صحيح وأربعة وخمسين من 100. كلام جميل. السؤال التاني أجمل، ده عدد ودي إجابة التقريب، وبيقول لك لأقرب إيه؟ كانوا رقمين عشريين بقى رقم عشري واحد، تقوم ملك تقول سهلة ما دام الإجابة طلعت بعد رقم لأقرب جزء من 10. جميل. يلا يا مودة نحل السؤال الثالث، ده 3 أرقام عشرية والراجل عايزه الأقرب جزء من 10. العبرة بالشرطة، مش حط شرطة عند السبعة. ونسأل الواحد، الواحد ما يديش، يبقى الواحد يتلغى، وبداية الكتابة من أول السبعة، والشاطر يكمل للآخر. اللي بعده يا مودة، شايف العدد ده؟ أيوة. عايزين نجزأه، أوكي. الأربعة دي في الآحاد بأربعة، الاتنين في بيت الجزء من 10 باتنين من 10، الخمسة في الجزء من 100 يبقى بخمسة من 100، وبعدين يا مرام الستة في الجزء من 1000 تبقى ستة من 1000. طب اسمها إيه يا مستر حامد؟ الصيغة الممتدة. ونيجي عائشة للسؤال اللي بعده، سبعة وعمل فاصلة، أقول له فهمتك، يبقى نكتب سبعة بوينت 45 من 1000، يبقى نكتب 45. طب ما دام من 1000 يبقى ناقصها زيرو. كلام جميل. المسألة اللي بعدها أجمل وأجمل وأجمل، تعرف تقول لي عدد الأجزاء من 1000 في الكسر ده؟ يقوم يجي ولد يقول سهلة، طب ما أنا أقراها يا مستر حامد، أقول له أقراها، يقول لي 612 من 1000، أقول له جدع، هتكتب كام هنا؟ يقول لي هكتب 612 من 1000، أقول له غلط. يقول لي غلط ليه؟ امال عايز ايه يا مستر حامد؟ اقول له تكتب 612 ساده. ليه يا مستر حامد؟ لان كلمه جزءا دي مكان البوينت زيرو. شفت الكلام الجميل؟ اه، لما يقول لك جزءا يبقى تشتري العلامه وتوصل للجزء من 1000. قيمه الرقم 9 في العدد ده هي واقفه في انهي بيت؟ الجزء من 100، تبقى ب 9 من 100. اللي بعده القيمة المكانية، ومستر حميد يقول القيمة المكانية يعني مكان، يعني لازم نعرف اسم البيت. بيت التمانية، التمانية واقفة في أنهي بيت؟ أول بيت شمال، يبقى بيت الجزء من 10. سامع ولد بيقول ليه يا مستر حميد ما قلتش 8 من 10؟ علشان عايز القيمة المكانية. السؤال اللي بعده، الكسر العشري ده في صورة لفظية، أقول له نقرأ الأول بالبلدي 87 من 100. طب باللغة العربية 87 من 100، 87 من 100. طب ينفع أقول 87 جزء من 100؟
أحلى وأحلى. ونيجي للسؤال اللي بعده الأخير، ضع علامة أكبر من أو أصغر من. هنا جمعية لكن هنا عدد سليم، الشاطر يجمع الأول يسيب التلاتة ويعمل بوينت والأربعة من عشرة تلزق جنبها. طب ما دي شبه دي، تبقى علامة يساوي يا ريتال. اللي بعده 2.6، 2.71. هنا 2 جنيه، هنا 2 جنيه تعادل، هنا رقمين، هنا رقم. نوزن المسألة بزيرو، يبقى دي 71%، دي 60%، دي اللي تكسب. طيب هنا معاهم كام؟ ده معاه 9 جنيه وده معاه 9 جنيه، متعادلين يلعبوا ضربات جزاء. هنا رقمين، هنا رقم، نحط زيرو، نوزن المسألة، طلعوا شبه بعض. السؤال الأخير، طريق طوله أهو بالكيلومتر وعمه عايز يقربوا لأقرب عدد صحيح، نعمل إيه علشان نجيب الطول بعد التقريب؟ نكتب العدد زي ما هو ونعمل علامة التقريب لأقرب عدد صحيح، يعني الأقرب وحدة، وحدة يعني الآحاد، ونسأل اللي قبلها، التسعة تدي للخمسة، تبقى الإجابة 76. خلصت المسألة، ولكن لازم تكتب كيلومتر. ليه؟ لأن المسألة دي بالتمييز، اختبار جميل. هبعت لك نسخة بالإجابة ونسخة من غير الإجابة عشان تتعود وتحل لوحدك. يا رب الاختبار يكون بسيط وسهل ومفهوم.